إن المعلمين الأفاضل والمعلمات الفضليات هم وهن أول من يتحمل أمانة صيانة الفكر وبناء الأجيال والذود عن مقومات الهوية الوطنية من إسلام وعروبة وأمازيغية وعن حرمة وحمى الأمة والوطن بالإسهام في رص صفوف المجتمع كالبنيان المرصوص، وبالتالي هم يستحقون كل الإكبار والتقدير والاحترام، كما يستحقون أن نبذل كل ما نستطيع في سبيل الرقي بدورهم وكذا بمكانتهم في المجتمع كما أوصى به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبوني. لذلك ارتأينا اليوم تكريم 6 أساتذة متميزين في المجالات الأدبية والفنية والرياضية. أدعو كافة الأساتذة في يومهم العالمي لمؤازرة جهود السلطات العمومية التي لم تتوقف يوما عن منح كل الدعم وما أمكن من مقدرات للرفع من منزلة الأستاذ الارتقائي بأداء منظومتنا التربوية. نجد سعيد بهذا التكريم اللي قدم لي الشهادة سيد الوزير التربية شخصيا. كذلك أود أن أهنئ جميع المعلمين، جميع الأساتذة، جميع الإداريين، مفتشين بقطاع التربية. جاء هذا تكريمي لحصولي على الجائزة الدولية لإعداد الأوراق البحثية على المستوى الدولي بجامعة الهند سنة 2018، وقد جاء هذا التكريم كحدث قار تعتمده وزارة التربية كل عام من أجل إعطاء الدور البارز الذي يؤديه المعلم عبر ربوع الوطن. من هذا المنبر أؤكد على أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار في رأس مال بشري أساسه التلميذ أو أساسه رعاية الأمة المتمثلة في الأطفال، وأؤكد أيضا على أمر أساسي مفاده أن الاستثمار في التعليم هو فلاحة للأذهان وإنارة للعقول.